السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشاهدوا الفيديو مرحبا بكم في قناه رشيده شو. اليوم غنوجد معكم اللحم مبخر بطريقه سهله وجد بسيطه. كنحتاج لهنا اللحم، كميه ديال اللحم اللي كنحتاج هنايا، واحد كميه ديال اللحم على حساب الاشخاص اللي عندكم في الدار. هنايا كنحتاج البصله حمراء او بيضاء كما كانت، كنحتاج البزار، كنحتاج الملح كما قلت لكم، الملح والبزار. وهنايا عندي الثومه، والثومه كندير واحد الكميه كبيره شويه، كندير كنشدها كنقسمها على جوج. هنايا غناخذ هذا اللبول هذا، فاش غندير اللحم ديالي، باش ندير ليه الملح وندير ليه البزار. هنا بعد ما حطيت اللحم هنايا غندير ليه الكميه ديال الملح مزيان، واحد المعلقه صغيره عامره، وكذلك البزار. كنحتاج البزار هنا الابيض، كندير كذلك هو معلقه صغيره. كنحاول ندير الملح وكنحاول نحرك اللحم مزيان، كندخل ليه الملح، حتى كندخل ليه الملح مزيان، وعاد كندير البزار من الفوق، حتى هو كذلك معلقه صغيره ما عمراش. كنحاول حتى هو ندخل ليه الملح مزيان والبزار. كنخلط اللحم مزيان مع البزار ومع الملح مزيان، حتى كنخليهم البزار والملح مزيان كما كتشوفوا. كنحاول نحرك اللحم، وكندخل اللحم، كندخل البزار والملح مزيان. هنايا غناخد كسكاس ديال الكوكوط، او ممكن ديروه في البرمه كما هنا. هنايا عندي كما قلت لكم الثومه غنحاول ندخلها في اللحم، كندخلها مزيان في اللحم كما قلت لكم. ديروا في كسكاس ديال الكوكوط او ديروا في البرمه، انا غندير في كسكاس ديال الكوكوط. هنايا كناخذ الثومه كنقسمها على جوج، بعد ما قسمتها على جوج كنحاول ندخلها في اللحم كامل، حيت ما درتش مع الثومه في الاول. انا حاولت ندخل نخلي الثومه صاينه، كنحاول ندخل فيه الثومه البلايص اللي لقيت في اللحم، كنحاول ندخل فيهم الثومه برز ديال الثومه، كيجي بنين وكيجي في واحد اللذة رائعة. كنحاول ندخل هذيك الثومة كاملة في اللحم بالطريقة هذه. وهنايا درت فوق كسكاس ديال الكوكوط، غناخد البصلة وغنقطعها مقطعة طروفة كبار طروفة صغار كما بغيتو، لكن كنحاول نقطع طروفة كبار وكنحطها. كنحاول نحط على اللحم، كنحاول ندخل في الجنب ديال اللحم، كيجي رائع بالبصله والثومه. نقطع دوك البصلات كامل اللي درت في اللي كنت حاطه، قطعتهم كما شفتوا. كنحاول ندخلهم مزيان معاش ما يكون كيتبخر، ما يكونش البصله كلها طيب مع اللحم. كنحاول ندخل البصله مع اللحم، جناب ديال اللحم هنا مزيان، ملي قطعت البصله مزيان كامله. وهنايا درت الماء ودرت الكسكاس في الكوكوط، كميه الماء نتوما اللي بغيتو على حسب الوقت اللي بغيتو. هنا درته هنايا وغنسد عليه حتى يطيب ونرجع معكم. هنا بعد ما طابلينا اللحم، بعد ما حلينا عليه، الشكل كيجي على هذا الشكل هذا، كنقدموه في الطبسيل ديال التقديم. هنا قدمته في الطبسيل ديال التقديم، حطيت مع ديك البصله والثومه وداكشي كاع ديال البصله والثومه كله حطيته، ودير الفرش ديال الخس، وغنقدموه بالملحه والكمون. نتمنى الفيديو عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.